الأصحاح التاسع. وقال لهم: الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهد مجيء ملكوت الله في مجد عظيم. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وانفرد بهم على جبل مرتفع وتجلى بمشهد منهم، فصارت ثيابه تلمع ببياض ناصع لا يقدر على مثله أي قصار في الأرض. وظهر لهم إيليا وموسى وكانا يكلمان يسوع، فقال بطرس ليسوع: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وكان لا يعرف ما يقول من شدة الخوف الذي استولى عليه هو ورفاقه. وجاءت سحابة ظللتهم، وقال صوت من السحابة: هذا هو ابن الحبيب، فله اسمعوا. وتلفت فجأة حولهم فما رأوا معهم إلا يسوع وحده. وبينما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا بما رأوا إلا متى قام ابن الإنسان من بين الأموات، فحفظوا وصيته. ولكنهم أخذوا يتساءلون: ما معنى قام من بين الأموات؟ ثم سألوه: لماذا يقول معلم الشريعة يجب أن يجيء إلي أولا؟ فأجابهم: نعم، يجيء إلي أولا ويصلح كل شيء، فكيف يقول الكتاب إن ابن الإنسان سيتألم كثيرا وينبذه الناس؟ لكني أقول لكم، إيليا جاء وفعلوا به على هواهم كما جاء عنه في الكتب. ولما رجعوا إلى التلاميذ رأوا جمعا كبيرا حولهم وبعض معلمي الشريعة يجادلونهم، فلما شاهده الجمع تحيروا كلهم وأسرعوا إليه يحيونه، فسألهم: في أي شيء تجادلونهم؟ فأجابه رجل من الجمع: يا معلم، جئت إليك بابني لأن فيه روحا ناجسا يجعله أبكم، وأينما أمسك به يصرعه فيزيد الصبي ويصرف بأسنانه ويتشنج، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا. فأجابهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم؟ قدموا الصبي إلي. فقدموه إليه، فلما رآه الروح النجس صرع الصبي فوقع على الأرض يتلوى ويزبد. فسأل يسوع والد الصبي: متى بدأ يصيبه هذا؟ قال: من أيام طفولته، وكثيرا ما رماه الروح النجس في النار أو في الماء ليقطره، فإذا كنت قادرا على شيء فاشفق علينا وساعدنا. فقال له يسوع: إذا كنت قادرا أن تؤمن فكل شيء ممكن للمؤمن. فصاح الوالد في الحال: عندي إيمان، ساعدني حتى يزيد. ورأى يسوع أن الناس يتجمعون فانتهر الروح النجس وقال له: أيها الروح الأصم الأخرس، أنا آمرك أخرج من الصبي ولا ترجع إليه. فصرخ وصرعه صرعة قوية وخرج منه، فصار الصبي كالميت، حتى قال كثير من الناس: إنه مات. فأخذه يسوع بيده وأنهضه فقام. ولما دخل البيت سأله تلاميذه على انفراد: لماذا عجزنا نحن أن نطرد الروح النجس؟ فأجابهم: هذا الجنس لا يطرد إلا بالصلاة. وخرجوا من هناك ومروا بالجليل، وكان يسوع لا يريد أن يعلم به أحد لأنه كان يعلم تلاميذه، فيقول لهم: سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد قتله ب3 أيام يقوم. فما فهموا هذا الكلام وتهيبوا أن يسألوه عنه. ثم وصلوا إلى كفر ناحوم، فلما دخلوا البيت سألهم: في أي شيء كنتم تتجادلون في الطريق؟ فسكتوا لأنهم كانوا في الطريق يتجادلون في من هو الأعظم بينهم. فجلس ودعا التلاميذ 12 وقال لهم: من أراد أن يكون أول الناس فليكن آخرهم جميعا وخادما لهم.
وأخذ طفلا فأقامه وسطهم وضمه إلى صدره وقال لهم: من قبل واحدا من هؤلاء الأطفال باسمي يكون قبلني، ومن قبلني لا يكون قبلني أنا بل الذي أرسلني. فقال له يوحنا: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا ينتمي إلينا. فقال يسوع: لا تمنعوه، فما من أحد يصنع معجزة باسمي يتكلم علي بعدها بالسوء. من لا يكون علينا فهو معنا، ومن سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح فأجره الحق أقول لكم لن يضيع. وقال يسوع: من أوقع أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي في الخطيئة فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن كبير ويرمى في البحر. فإذا أوقعتك يدك في الخطيئة فاقطعها، لأنه خير لك أن تدخل الحياة ولك يد واحدة من أن تكون لك يدان وتذهب إلى جهنم، إلى نار لا تنطفئ، حيث الدود لا يموت والنار لا تنطفئ. وإذا أوقعتك رجلك في الخطيئة فاقطعها، لأنه خير لك أن تدخل الحياة ولك رجل واحدة من أن تكون لك رجلان وترمى في جهنم، حيث الدود لا يموت والنار لا تنطفئ. وإذا أوقعتك عينك في الخطيئة فاقلعها، لأنه خير لك أن تدخل ملكوت الله ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في جهنم، حيث الدود لا يموت والنار لا تنطفئ. فكل واحد يملح بنار. الملح صالح، ولكن إذا فقد ملوحته فبماذا تملحونه؟ فليكن فيكم ملح، وسالموا بعضكم بعضاً.